الأسبوع اللي فات عملت فيديو عن موضوع العاصمة الإدارية الجديدة والهبد اللي بيحصل فيها من الوسط العقاريين للعملاء والكلام الغلط اللي بيتقال، وحللت شوية منهم وقلت هنعمل جزء تاني واحتمال جزء تالت لأن الهبد هناك كتير قوي بصراحة. النهاردة هنتكلم في الجزء التاني عن موضوع الهبد ده، وخصوصا طبعا مع الأحداث العالمية اللي حاصلة في شوية هبد كده استجد، نتكلم برضو فيه النهاردة في الجزء التاني ده. خليك معايا في الفيديو للآخر لأنه فيديو مفيد جدا ليك كعميل وكمان كوسيط عقاري. أنا أشرف علام وأهلا بيكم في المخبر العقاري. طبعا اللي حاصل اليومين دول في العالم كله، الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو الحرب العالمية الثالثة زي ما بيسموها، وطبعا أكيد ليها تداعيات، لكن طبعا اللي يهمنا التداعيات بتاعت السوق العقاري واللي بيتقال في السوق العقاري عن الموضوع ده. فدي أول هبدة هنتكلم عنها لأن دي هبدة مستجدة. طبعا الوسيط العقاري بيكلمك يقولك الحق اشتري دلوقتي لأن الأسعار هتغلى بسبب الحرب. مش عارف ايه اللي دخل الحرب، يعني ما بيحددش حاجة، هو بيقول الحرب وخلاص. في ناس تانية بتحدد على مواضيع تانية هنتكلم فيها، لكن في ناس بتقول ان الحرب بس الحرب لمجرد حرب في العالم هترفع اسعار العقارات في مصر. طبعا دي هبدة كبيرة، مفيش حاجة اسمها الحرب ترفع اسعار العقارات، ده المفروض انها تنزل اسعار العقارات. لما بتحصل ازمة في العالم الاسعار بتنخفض مش بترتفع. هيرد عليا ويقول اصل الناس في الازمات دي بتخاف على فلوسها فتحطها في حاجة آمنة، في استثمار آمن، والعقار هو أفضل استثمار في الأحوال دي. برضه أقول لك دي كمان هبدة، الناس في الحروب وفي الأزمات العالمية بتمسك في الكاش، بتقبض على الكاش، بتخاف تطلعه، ما هيش عارفة الظروف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، هيحصل تضخم مش هيحصل تضخم، الفلوس اللي معاه بيخاف، العميل عموما بيخاف. اللي أنت بتتكلم عليه إن الناس تشتري في أوقات الأزمات ده لما الأسعار تنزل، واللي بيشتري في الوقت ده المستثمرين، مش الناس العادية، مش الناس اللي محوشة 2 و3 مليون، دول ما يقدروش يستحملوا الكلام ده، ما يستحملوش المخاطر، لكن المستثمرين الكبار اللي معاهم طبعا طبعا بيشتروا في الأوقات دي وبيشتروا جامد، لكن كل ده لما الأسعار تنزل. لكن انت الأسعار زي ما هي وانت عايزنا اشتري توقعا لأنها هترتفع، يبقى ده طبعا كلام غلط. طيب لكن في هبدة تانية مرتبطة بالموضوع، ان الحديد سعره ارتفع وهيرتفع لان احنا بنستورد الحديد بتاعنا كله تقريبا، او البلت اللي هو المادة الخام بتاعت الحديد اللي بنصنعها في مصر بنستوردها من البلدين دول، من روسيا واوكرانيا، فالاتنين في حالة حرب فما فيش امدادات، فطبعا السعر هيرتفع وهو ارتفع فعلا. لكن السؤال هنا، هل ارتفاع الحديد يأثر على سعر العقار، يرفع يخلي المطور يرفع السعر؟ طبعا لو قلت للعميل كده دي كمان هبدة، اللي بيحدد السعر ويرفعه هو الطلب. سوق العقارات الحاجة الوحيدة اللي تتحكم في سعره هو الطلب، هو ارتفاع الطلب أو انخفاضه بس. لكن تقول لي مواد بناء ومش مواد بناء، المطور لو عنده شغل مش محتاج أصلا إن الحاجة ترتفع أو سعر أي حاجة ترتفع، هو هيزود لوحده، وده بيحصل في كل العالم وكلنا عارفين الأمثلة، وبتحصل في دبي وبتحصل في مصر. كل المطورين بمجرد ما يلاقوا إن الطلب ارتفع على العقار بتاعهم على طول بيرفعوا السعر في كل مرحلة من مراحل البيع اللي بيفتحوها، ده طبيعي. لكن النهاردة مطور ما عندوش شغل وسعر الحديد ارتفع يوم يرفع السعر، يبقى مطور اهبل بقى ومطور عبيط ومش فاهم اي حاجة. لو عمل كده يبقى فعلا مش فاهم اي حاجة، لان البيع عنده متوقف، هترفع السعر ازاي؟ ده انت عايز تنزله مش عايز ترفعه. والفترة اللي فاتت ناس كتير اشتكت، من الناس اللي اشترت ناس كتير اشتكت ان المطورين اللي باعوا لهم خفضوا الاسعار في المراحل اللي بعدها مش رفعوها، ودي كمان مشكلة تانية ومصيبة كبرى، ان مطور يعمل كده يديك النهاردة بسعر ويرجع يبيع بعد 6 شهور بأسعار اقل، كده المشروع بتاعه اتقضى عليه. بس هو بيعمل كده ليه؟ لانه طبعا مش عارف يبيع، ولما خفض السعر الحديد ما كانش نزل، الحديد كان زي ما هو او يمكن ارتفع. لكن تقول لي حديد مش حديد، والحديد والاسمنت مع بعض بيمثلوا حوالي 20% من تكلفة المشروع، مش من سعر بيع المشروع، مش من قيمته الاجمالية. الزيادة اللي حصلت في الحديد اليومين اللي فاتوا كانت حوالي 15%، يعني 15% على 20%، يعني 3%، يعني المشروع لو هيتكلف 100 مليون تبقى الزيادة 3 مليون بس، هي دي الزيادة اللي زادت علي. أي مبلغ في الآخر مكسب، هو الموضوع كله إن أنا مكسبي قل مش خسرت، أنا ما حطيتش فلوس أساسا عشان أخسر، أنا كتاجر أو كمطور أنا ما حطيتش فلوس فعليا،
انا لسه ما ابتديتش اصلا، الموضوع كله يتمثل في قلة المكسب بس. فطبعا سيبك من الهبدة دي هبدة كبيرة ملهاش اي لازمة. نرجع بقى للهبد القديم. اهم هبدة من الهبد القديم ان يقول لك العاصمة الادارية هتبقى منطقة حرة. الحكومة قالت انها هتبقى منطقة حرة، طبعا الحكومة ما قالتش الكلام ده. الحكومة قالت انها هتبقى منطقة استثمارية زي منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، هتبقى حاجة شبيهة. ده المفروض، لسه ما فيش اي حاجة مؤكدة، لكن لو ده حصل هي هتبقى منطقة استثمارية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المصانع او اي تجارة فيها تصدير وفيها مكن وفيها استيراد مكن وفيها تصدير منتجات، الأنشطة دي الحكومة هتدي فيها تسهيلات، يعني هتقلل لك الضرائب، هتقلل لك ثمن التكلفة، هتقلل لك ثمن المية والكهرباء والحاجات دي كلها تسهيلا منها في انك تعمل الشغل ده علشان تفتح فرص عمل. مش في مكاتب إدارية، يعني مش هروح افتح مكتب إداري هناك وفي آخر السنة ما ادفعش ضرائب. الضرائب تقول لي لا ده انت في العاصمة، لا تمام كده مالكش ضرائب عندنا. لا طبعا هتدفع ضرائب عادي جدا، واصلا موضوع الضرائب ده هيبقى 50% للمصانع، مش هيتلغي تماما. فبرضه دي هبدة ارجوك ابعد عنها. هبدة تانية مهمة جدا، لما يكلمك عن مطور عقاري يقول لك المطور العقاري ده عنده ملاءة مائية، عباءة مالية. طبعا دي مصطلحات اقتصادية هو مش فاهم عنها اي حاجة طبعا، والعميل برضه ما بيفهمهاش ولا يقدر يتأكد منها. لكن هل انت تعرف يعني ايه ملاءة مالية او عباءة مالية؟ اللفظ ده معناه ان الشركة دي او التاجر ده عنده ما يكفي من السيولة والاصول انه يغطي التزاماته. يعني انا داخل في مشروع هيكلفني 100 مليون، لازم يكون عندي سيولة ويكون عندي اصول لو اتقدرت تعدي 100 مليون، تعمل 150-170 مليون. مش يكون عندي سيولة، السيولة دي بتاعت الفترات القصيرة، لكن الملاءة المائية دي بتاعت الفترات الطويلة اللي تغطي التاجر سنين. فانت بتقولها بمعنى كلمة سيولة، انت بتتكلم على الملاءة المالية دي وكأنك بتتكلم عن السيولة، او عايز تقول للعميل ان المطور ده معاه سيولة تكفي المشروع. هل في مطور النهاردة في العاصمة قادر يدفع تكلفة المشروع بدون الاعتماد على الناس، بدون الاعتماد على السيولة اللي جاية من المدفوعات بتاعت الناس، اذا كان هو اصلا بيدفع الارض بالتقسيط وفي منهم كتير جدا واخدين قروض من البنوك؟ يبقى فين السيولة اللي عنده دي؟ هو ما عندوش سيولة، ده مستحيل. ولو عنده سيولة مش هيحطها في المشروع كده وإلا كان عمله وباعه بعد ما خلص، وهيبيعه بالسعر اللي هو عايزه. مفيش مطور بيعمل كده، ومفيش مطور عنده القدرة دي، بالذات في العاصمة الإدارية، وبالذات المطورين الصغيرين اللي أول مرة يدخلوا السوق. فأنت متقولش كلام أنت مش فاهمه، فياريت بس تفهم معنى اللفظ ده صح وتبطل تقوله، لأنه كمان صعب جدا أن حد يتأكد منه. هو أنت هتقدم للعميل حساب المطور في البنك، ولا هتوريله الورق بتاع شركة المحاسبة اللي مسكاله الشغل بتاعه؟ فدي حاجة ما ينفعش العميل حتى يتأكد منها، فملهاش لازمة. انت بتقول كلام على الفاضي، دي مش النقطة الرئيسية للبيع. في نقطة تانية اهم كتير جدا ممكن تتكلم فيها علشان تقنع العميل. طيب هبدة تانية، يقول لك قيمة مقابل سعر. انت بتاخد قيمة مقابل سعر؟ يا سلام. يعني ايه قيمة مقابل سعر بقى؟ يعني فسرها لي كده، او فسرها حتى للعميل. قيمة مقابل سعر دي نقولها مع مطور من المطورين الكبار في مصر او في اي بلد في العالم. لو اتكلمنا على مصر هم يمكن 4 أو 5 يتعدوا على صابع الايد الواحدة، دول اللي ناخد منهم ونقول قيمة مقابل سعر. ليه؟ لان سعرهم قد يكون زي سعر السوق او اكتر حاجة بسيطة، لكن انا على الاقل ضامن ميعاد التسليم وانه هيسلم فعلا، ضامن الكواليتي اللي بيقول عليها اللي بيوعدني بيها، ضامن التشغيل لان شايف الكوميونيتيز بتاعته وشايف الشغل بتاعه وشايف اي مشروع هو عامله قبل كده، والاهم من كده ان عارف ان السعر بتاع العقار ده هيزيد. الشراء مع المطور ده سعره بيزيد، فانا فعلا باخد قيمه مقابل سعر. لكن حضرتك طبق لي الكلام ده على اي حد في العاصمه الاداريه، هل انت ضامن ان انا فعلا اخد قيمه مقابل السعر، ان انا بدفع المبلغ ده وهبقى عارف ان كل اللي اتقال لي 100% هيطلع مظبوط، والتشغيل هيبقى مظبوط، والمشروع هينجح بدرجة 100%؟ هل عندك دليل تديه للعميل ان المشروع ده هينجح بدرجة 100%؟ طبعا لا، احنا لسه في منطقة جديدة، مش معنى كده ان المشاريع هتفشل، لكن ما ينفعش اقول الكلام ده على مشاريع وعلى منطقة جديدة لسه ما نعرفش عنها اي حاجة، وكمان المطورين اللي فيها ما نعرفش برضو عنهم اي حاجة. احنا بس بنحاول نشوف احسن مطورين على الأقل ليهم شوية خبرة علشان يبقى عندهم شوية مصداقية. لكن على مطور ما عندوش كمان أي خبرة وتقول لي كلمتين دول، حضرتك بتاخد قيمة مقابل سعر لمجرد إنك بتعرض عليا عقار اللوكيشن بتاعه حلو بس كده،
اللوكيشن ممتاز وهيبقى سهل التأجير وهيبقى وهيبقى وهيبقى، فأنت بتاخد قيمة مقابل سعر. ده برضو كلام فاضي، دي هبدة كبيرة. الهبدة الأخيرة بقى إن أنت كعميل مصلحتك تتعامل مع وسيط عقاري وما تتعاملش مع المطور مباشرة، لأن أنا هقول لك العيوب والمميزات، المطور مش هيقول لك، أنا هقول لك. يا راجل أنت هتقول لي العيوب بتاعة المطور؟ إيه العيوب بتاعة المطور؟ ولما هم عندهم عيوب أنت بتبيع لهم ليه؟ أنت بتشتغل معاهم ليه؟ أنت موقع معاهم ليه؟ وإيه العيوب اللي هتقولها لي؟ هتقول لي العيوب اللي في العقود مثلا؟ ده أنت نفسك ما بتقراش العقد ساعات. يعني إيه العيوب اللي ممكن تقولها؟ لو هنتكلم على عيوب فعلا، يبقى كلهم عندهم عيوب. كل المطورين اللي في العالم عنده ميزات وعنده عيوب. فأنت اللي هترشحه لي فعلا هتقول لي عيوبه وفعلا أنت تعرف عيوبه؟ فدي برضه هبدأ. مفيش حاجة اسمها هقول لك المميزات وهقول لك العيوب، لأنك أنت دايما بتتكلم عن المميزات بس وتتكلم عن عيوب المشاريع التانية، لكن المطور نفسه اللي انت بتبيع له بتقعد تركز على المميزات اللي عنده، لكن اي عيوب عنده انت مش هتتكلم فيها طبعا، لانك عايز تبيع. وإلا ما كانش حصل ان الناس اللي شارية النهاردة كتير جدا في العاصمة وفي غير العاصمة بيندموا وبيشتموا في الوسط العقاريين وبيقولوا ان هم ضحكوا عليهم وان هم دبسوهم وان هم نصبوا عليهم. ما كانش يحصل الكلام ده بقى لو انت فعلا بتقول مميزات وعيوب. فبلاش الكلام اللي في الهوا ده، ده كله كلام فاضي. دور على حاجات تفيد العميل، دور على النقط اللي تفيد العميل. انا بالنسبة لي كعميل مستفيد ايه؟ ركز على الافادة، هيستفيد ايه وليه العاصمة وليه المنطقة دي وليه المطور ده احسن من غيره، وممكن يكون هو كمان عنده عيوب لكنها احسن من غيره. ده الوسيط المحترم اللي بيتكلم ويقول الحقيقة. لكن الاغلبية العظمى طبعا ما بتقولش الكلام ده، بتقول كل حاجة زي الفل وكله مميزات وده احسن علشان سعره كويس. يعني مجرد ان السعر كويس بنقول ان دي ميزة، ودي اكتر حاجة تبين ان حضرتك مش فاهم اي حاجة. المهم ان الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي ياريت انت كعميل تستوعبها الاول كده وتفكر فيها وتاخد الكلام وتتأكد منه وتدور وتتعب نفسك وتذاكر وتسأل هنا وتسأل هنا، وبعدين تاخد القرار. وانت كمان كوسيط عقاري تبطل تقول الكلام ده علشان يبقى ليك مصداقية، علشان السوق يتحسن والناس يبقى عندها ثقة في الوسط العقاريين ويجوا فعلا يتعاملوا معاهم ويدوروا عليهم. لكن هبد وخلاص، ياريت تاخد بالك من الكلام ده وتبطلوا للأبد أرجوك. أتمنى طبعا تكونوا استفدتم، وكالعادة أفكركم اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ولايك لو عجبك الفيديو، وطبعا اشتراك في قنوات التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو، وتعمل شير لزمالك علشان كل يستفيد. وأشوفكم الفيديو الجاي، وشكرا.